ويعيد معنى الذاكرة في القصر مساجد سبع تعبد فيها الله. وبالتالي فإن أفعال الإبادة الثقافية المرتقبة من قبل الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني تشكل في مجملها سياسة الدولة. أعتقد أن طرح مثل هذه الإشكالات من طرف وزارة الثقافة من طرف القائمون على الثقافة في الجزائر يأتي ضمن مقاربة تتبناها الجزائر في كونها مع القضية الفلسطينية بكل أشكالها وبكل أبعادها. العمل جاري على قدم وساق لتوطين وإعادة إحياء هذا التراث حتى لا يندثر.